السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميا الفتاح من قناة كبسة طبية. إن شاء الله يا جماعة نكمل مع بعض المحاضرة التانية في التصنيف خاصة. طيب أول حاجة شباب نتكلم عنها إيه؟ السيتوتاكسونومي. يعني إيه الكلمة دي؟ سيتوتاكسونومي شباب ده معناها إن إحنا بنعمل ريليشن شيب، علاقات، وبنعمل تصنيف للأورجانيزمز، للكائنات، باستخدام إيه؟ دراسة واختلافات الكروموسومات بتاعتهم. يبقى السيتوتاكسونومي بيعتمد على التصنيف ما بين الكائنات على حسب إيه؟ على حسب الكروموسومات. يعني بيشوف مثلا عدد الكروموسومات هنا هتلاقيها مختلفه مثلا عن كائن تاني، النمبر على حسب تركيب الكروموسوم، هنشوف الكلام ده دلوقتي، على حسب البيهيفير بتاع الكروموسوم. خلاص كده، يبقى العلم ده شايف اللي هو السيتوتاكسونومي بيعتمد على العلاقات ما بين الكائنات على حسب الكروموسوم. تمام. طيب يعني ايه كلمه كروموسوم نمبر، العدد بتاع الكروموسوم؟ يا جماعه عدد الكروموسومات تختلف من كائن من مجموعه لمجموعه. يعني احنا مثلا كبشر المجموعه بتاعتنا بنسميها الدبلويد نمبر اللي هو 2N، اللي احنا اللي هو مثلا الخلايا الجسديه بتاعتنا فيها 46 كروموسوم، 23 زوج، يعني 23 زوج، فعشان بنقول 23 زوج فبترمز ليها بال 2N. مثلا فبقول لك ان الكروموسومات عموما بتختلف، عدد بيختلف. يعني مثلا ممكن تمام في اغلب او في معظم الحيوانات الانيمال بتبقى النمبر بتاع الكروموسومات بيتراوح من 12 ل 60 كروموسوم. فاحنا اذا يبقى احنا كده هنفرق او هنعمل كلاسيفيكيشن اللي كانت على حسب ايه؟ العدد بتاع الكروموسومات، النمبر اللي هو بيختلف. ثاني حاجه الكروموسوم ستراكشر، تركيب الكروموسوم. يعني ايه تركيب الكروموسوم؟ قال لك اهو ده كروموسوم 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 كروموسوم، في النص ايه اللي في النص ده؟ طبعا يا شباب ده الايد اسمها كروماتيد وده كروماتيد، يعني ده اسمه كروماتيد ده دي كروماتيد. فالكروماتيد ده اللي هو ذراع الكروموسوم وده كروماتيد ذراع الكروموسوم، بيربط بيتلزقوا مع بعض عن طريق نقطه في النص اسمها السنترومير، اللي هي سنترومير اهي الكلمه دي. طيب المهم بيقول لك لو السنترومير ده بتاع الكروموسوم موجود في النهايه في الاند اوف كروموسوم، يعني هو بتاع اللي بيربط موجود في النهايه مفيش حاجه فوقيها، بنسمي النوع ده من انواع الكروموسوم او التركيب ده بنسميه ايه؟ تيلو سنتريك. يعني ايه تيلو سنتريك؟ يعني السنترومير موجود في النهايه الاند في نهايه الكروموسوم. طيب بيقول لك لو السنترومير موجود ناحيه الحرف، يعني مش موجود في النهايه زي كده، لا هو بعد النهايه بحاجه بسيطه، او يعني موجود بعد الحرف من الكروموسوم حته صغننه من الكروموسوم، بنسميها اكرو سنتريك. طيب بيقول لك بص بقى الشكل ده، بيقول لك لو السنترومير الشكل الرابع ده موجود في النص ما بين الكروماتيدات في النص بالظبط كده اهو، بنسميه ميتا سنتريك، يعني جاي في النص. لو السنترومير قريب للنص، يعني مش في الحرف هنا او في القمه خالص، لا هو قريب من النص، بنسميه ايه؟ وبس هو مش في النص، هو قريب ليه، بنسميه سب ميتا سنتريك. لكن الميتا سنتريك لما يبقى السنترومير في النص. يبقى احنا برضو ده اسمه ايه؟ التركيب بتاع الكروموسوم. انا عندي في لفظ او في مصطلح عايزين نعرفه اسمه كاريوتايب. يعني ايه كاريوتايب؟ كاريوتايب معناها النمبر، العدد، والابيرنس اوف كروموسوم، يعني عدد ومظهر الكروموسوم في النيوكليوس في النواه بالنسبه للايوكاريوتيك سيل. يعني ايه كلمه ايوكاريوتيك سيل؟ يعني خليه حقيقيه النواه. يعني ايه حقيقيه النواه؟ يعني خليه جواها نواه، النواه فيها غشاء جواه الكروموسومات، مش جوه الغشاء لا جوه النواه نفسها. هو ده كلمه ايوكاريوتيك ايه؟ سيل، نواه حقيقيه، خليه حقيقيه جواها نواه حقيقيه زي نواه البشر تمام، اللي موجوده جوه الخلايا بتاعت جسمنا، والنواه دي جواها الكروموسومات. طيب يعني ايه كاريوتايب؟ دي مصطلح بيخص او ليه علاقه بالنمبر، العدد، والظهور، المظهر بتاع الكروموسوم في النواه. يعني مثلا اهو ده كان الكاريوتايب اللي هو بنشوف الخليه اهي جواها ادي كروموسومات اهي، بنعد بقى الكروموسومات، هو ده الكاريوتايب يا شباب، بنعد بنشوف الكروموسومات عادة عامل ازاي وشكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب. المظهر ده اسمه ايه؟ اسمه النمط النووي اللي هو الكاريوتايب. طيب في شاب عندنا برضو مصطلح تاني عايزين نقول، يعني ده مثلا ده شاب الكاريوتايب، المظهر ده الكاريوتايب بتاع الايه؟ الهيومن ميل. شوف شكله عامل ازاي، شوف شكل الكروموسومات اهو. الكاريوتايب بيهتم بايه؟ بالعدد اهو، ظهر العدد اهو، وكمان ايه شكل الكروموسومات. يعني ده عشان ده كده ذكر ليه؟ عشان شكل الكروموسومين مختلفين عن بعض اكس واي، يعني فتلاقي ايه ده بتاع الذكر. طيب المهم شباب عندي بعد كده في مصطلح اسمه موليكولار تاكسونومي. يعني ايه كلمه موليكولار تاكسونومي؟ معناها بيقول لك ان كل، يعني اول حاجه معناها التصنيف الجزيئي. بمعنى ايه؟ ان احنا بنصنف الكائنات دي او بنشوف العلاقات ما بينهم على حسب الجزيئات اللي في جسمهم، على حسب المواد الكيميائيه اللي في جسمهم. يعني احنا بنصنف الكائنات وبنشوف التطورات ما بينهم والعلاقات ما بينهم على حسب حاجات معينه في جسم الكائنات دي. زي ايه؟
زي الدي ان ايه، بنصنف الكائن وكان نشوف ايه العلاقات ما بينهم على حسب التشابهات واختلافات الدي ان ايه، على حسب الار ان ايه اللي موجود، على حسب البروتين. فاذا الموليكيولر تاكسونومي بيعتمد على ايه؟ على الحاجات الجزيئيه، على مواد كيميائيه في جسمي زي الدي ان ايه، الار ان ايه، والبروتين. عن طريق الحاجات دي بنعمل روابط ما بين الكائنات، بين تصنيفات ليها علاقه بتطورات الكائنات، الحاجات المتشابهه ما بينهم عن طريق الحاجات دي. لكن فوق في السيتو تاكسونومي ده تحت مولكيولر تاكسونومي. لكن في السيتو هنا كان بيعتمد على ايه؟ على الكروموسومات. طيب كمل معايا يا غالي، هنكمل شويه بعد كده. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم بعد كده عن البروتوزوا. طيب هنتكلم طبعا، احنا قبل كده اتكلمنا عن ان انا عندي كينج دومز كتيره، ده اخدتها في اول محاضره. راجع شباب اول محاضره عشان الماده دي من المواد اللي هي دسمه دسمه دسمه، ويعني للاسف مش عايزه اخوفك واقول لك ان هي من المواد اللي هي لو انت ما ذكرتهاش اول باول، سواء فيوم او سواء الزقازيق او اي محافظه، من المواد اللي ممكن يحصل فيها رسوب. ليه؟ لان بعد كده بيبقى فيها معلومات كتيره، فانت حاول بقدر الامكان تذاكرها اول باول. طيب شباب انا عندي في كينج دوم مملكه البروتيستا. يعني ايه بروتيستا؟ يعني الطلائعيات. طيب فبقول لك ان المملكه دي بيبقى تحتيها او بيشتق منها مملكه ثانيه او تحت مملكه. لو عارفين إيه مثلا ايه، احنا قلنا مملكه تحتيها تبقى شعبه، لا وبرده في حاجه اسمها سب كينج دوم تحت مملكه. المهم في حاجه اسمها بروتوزوا، دي برده بتبقى تحت البروتيستا. يعني البروتوزوا تحت الايه؟ البروتيستا في التصنيف. طيب كينج دوم برضو يعني البروتوزوا دي برضو يعتبر مملكه، سواء تحت مملكه. فالمهم بيقول لك ايه؟ بيقول لك البروتيستا يعني ايه، اللي هو الطلائعيات دي عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الكائنات الطلائعيات بتبقى يوني سيلولار اورجانيزمز. يعني ايه كلمه يوني؟ اول ما اشوف كلمه يوني معناها وحيد الخليه، يعني جسم كله عباره عن خليه واحده. تمام؟ سواء بقى كان بلانت او انيمال لايك، يعني شبه النبات او الحيوان. طيب قال لك ان اكزامبل انكلود بروتوزوا، البروتيستا دي شايله كل البروتوزوا ما عدا الطحالب. يعني كل الطحالب اقصد ما عدا طحلب البلو جرين اللي هو كان تبع ايه؟ كان تبع فوق لو تفتكر الكينج دوم اللي احنا قلنا عليها مونيرا. كان شايله احدى الامثله بتاعتها كانت البلو جرين الج، الطحلب الازرق الاخضر ده. تمام؟ طيب المهم افهم بقى بالراحه. يبقى انا عندي البروتيستا دي مملكه زي مملكه الحيوان. يعني ايه مملكه؟ زي مملكه الحيوان، زي مملكه النبات. في مملكة اسمها مملكة البروتيستا الطلائعية. المملكة دي بتشمل ايه؟ عبارة عن ايه؟ هتقولي عبارة عن البروتوزوا. يعني البروتيستا دي تشمل ايه؟ تشمل البروتوزوا. طيب ايه البروتوزوا دي؟ يعني حيوانات، كلمة زوا حيوان وكلمة بروتو بدائي، فبروتوزوا حيوانات بدائية، وده هندرسها بعد كده زي الاميبا بقى والباراميسيوم والكلام ده. تمام؟ هناخدها شوية كده. طيب وبقول لك برضه ان البروتيستا دي شايلة برضه كل الألج، كل الطحالب ما عدا طحلب اسمه البلو جرين عشان ده كان تبع المونيرا. طيب المهم قال لك البروتيستا برضو ايه اللي بيميزها؟ قال لك ان اول واحد ان هي يوني سيلر، خليه واحده. طب تاني حاجه ان هي عندها ترو نيوكليس. يعني ايه كلمه نواه حقيقيه؟ ترو يعني نواه فيها حواليها غشاء. يعني مثلا بص كده، بص هنا يا غالي اهو، يعني مثلا نواه اهي، ادي النواه وحواليها غشاء، حواليها ايه؟ غشاء. ومن جوه النواه ده في الماده النوويه اللي هو الدي ان ايه والكروموسومات بقى. هو دي اسمها نواه حقيقيه، هي دي النواه الايه الحقيقيه اللي هي عندها حاجه اسمها نيوكليار ميمبرين. اهو ادي نواه، ادي نواهي، ادي مثلا نواهي والغشاء بتاعها، ودي دي الخليه نفسها. يعني الخليه من بره اهي تحتوي على نواه من جوه، والنواه نفسها فيها ايه؟ حواليها غشاء. هو ده يبقى دي اسمها كلمه ترو نيوكليوس، عندها نواه حقيقيه. يعني نواه حقيقيه عندها غشاء. تمام؟ فبنسميها ساعتها ايه؟ ايوكاريوتيك. يبقى كلمة ايو المقطع ده معناه حقيقي. يعني حقيقي؟ يعني عندها نواة حقيقية حواليها غشاء، والمادة الوراثية موجودة جوه النواة. يعني الكروموسومات والدي ان ايه موجود جوه النواة مش متبعتر. طيب فقالك البروتيستا دي هنقسمها لكام حاجة؟ هنقسمها لتو سب كينجدوم. يعني ايه اصلا دي كينجدوم؟ مملكة اللي هي الطلائعيات. هنقسمها بقى تحتيها تو سب كينجدوم، تشمل البروتوزوا احنا قلنا عليها كائنات بدائية اللي هو حيوانات بدائية، والالج اللي هو الطحالب. تمام؟ طبعا البروتوزوا اللي هو انيمال، والالج الطحالب شبه النبات. طيب تعالى بقى ناخد البروتوزوا اللي هي تبع تحت مين؟ تحت البروتيستا. تمام؟ تعالى بقى ناخد يعني ايه بروتوزوا. بيقول لك ان انا عندي حوالي 65000 سبيشيز نوع من البروتوزوا. 65000 65000. تمام؟ طيب
بيقول لك ايه بعد كده؟ ماشي. وبعدين بيقول لك البروتوزوا دي شكلها عامل ازاي يعني؟ قال لك البروتوزوا دي بتكون ايه، اللي هو الحيوانات البدائيه دي، عباره عن يوني سيلولار، خليه خليه واحده، يعني مش عنده خلايا كتير، لا ده يوني، وبتبقى صغيره في الحجم جدا، سو سمول ان سايز، يعني بتبان تحت الميكروسكوب يا اولاد. تمام. طب تعالى هنا، ايه برضو الصفات العامه بتاعه البروتوزوا بتاع الكائنات البدائيه دي، ايه صفاتها؟ قال لك واحد ان هي سمول، صغيره، مايكروسكوبيك. يعني ايه كلمه مايكروسكوبيك؟ يعني تحت الميكروسكوب، انت مش هتشوفي اميبا بعينيكي، لا ده يعني ايه اميبا اصلا؟ اميبا دي شايفه بتبقى موجوده في البراز بتاع ده، في البول. تمام. بتاخد عينه كده تحت الميكروسكوب بتتشاف، لكن غير كده مش بتتشاف. طيب تاني حاجه بيقول لك ان هي يوني سيلولار، يعني ايه؟ يعني خليه واحده، جسمها كله عباره عن خليه واحده، والخليه دي سبحان الله برغم ان هي خليه الا ان هي بتعمل بيرفورم اول فايتال اكتيفيتيز، بتعمل كل الانشطه الحيويه. كلمه فايتال يعني الحيويه اللي الخليه محتاجاها. قال لك ان هي السبيشيز بتاعتها بتبقى سوليتري، يعني بتبقى عايشه منفرده، البعض منها بتبقى كلونس اللي هو مستعمرات، عامله مستعمره يعني. طيب قال لك عندها وسيله حركه، لوكوموتري اورجانلز، هنعرف بعد كده ازاي. يعني مثلا عندها حاجه اسمها اقدام كاذبه، هناخدها شويه كده. اقدام كاذبه يعني بسودو بوديا زي الاميبا، بسودو بوديا. بص كده، سودو بوديا الحته الاول مقطع ده، كلمه سودو دي معناها كاذب، وكلمه بوديا يعني رجل، يعني عندها رجل كده وكده، يعني هي بتمد جسمها، بتعمل جسمها شبه الرجل دي زي الاميبا. عندها مثلا فلاجيلا، يعني ايه فلاجيلا؟ زي اللي هو الصوت عامل زي الديل. عندها مثلا سيليا زي الشعر، عامل زي الاهداب زي البراميسيوم. تمام. طيب خمسه شباب نتكلم عنها، النيوتريشن التغذيه. قال لك ان التغذيه بتاعه البروتوزوا ده ممكن يبقى هولوزويك. يعني ايه هولوزويك؟ يعني كلمه هولوزويك يعني زي الحيوان كده، اللي هو بياخد الاكل بيبلعه بيهضمه بيخرج الحاجات اللي هو عايزها من جسمه، اللي هو الحاجات الفضلات، ده اسمه هولوزويك. وزي الانسان برضو، احنا برضو هولوزويك، احنا برضو بناكل الاكل بنهضمه والحاجات، فاهم؟ بنهضم الاكل والحاجات اللي احنا مش عايزينها خالص تخرج. طيب عندي حاجه اسمها ده احدى انواع التغذيه في الكائن ده، في البروتوزوا. ممكن برضو يتغذى عن طريق حاجه اسمها هولوفايتك. يعني هولوفايتك؟ فايتك ده زي النبات، هولوفايتك يعني زي النبات. النبات بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها فوتوسينثيز، عمليه البناء الضوئي عن طريق الصبغه الخضراء بتاعته الكلوروفيل يعني، وعن طريق الشمس بيعمل عمليه بناء ضوئي، بيصنع غذائه بنفسه. فلكن البروتوزوا ممكن ان هو بيستخدم الاكل الخارجي، لو بيعتمد على الاكل الخارجي وبيهضمه، يا اما هو بيبقى زي البلانت بيبقى اسمه ساده هولوفايتك لما هو بيصنع غذائه بنفسه، او سابروزويك يعني ايه؟ يعني بياكل الحاجات الميته، او بارازيتك اللي هو الطفيل يعني عن طريق التطفل. طيب قال لك ايه؟ قال لك ان هو خليه واحده، فهو مش عنده اورجانلز، مش عنده عضيات، مش عنده اعضاء جوه جسمه عشان التنفس ريسبيريشن او الاكسكريشن، لا ده بيحصل عن طريق جسمه، البادي سيرفيس، سطح ايه؟ سطح الجسم. يعني مثلا نفترض ادي شايف اهو، بص كده، ادي الخليه اهي، فالتنفس بيحصل عن طريق مين؟ عن طريق البادي سيرفيس اللي هو السطح ده، السطح بتاع الجسم، التنفس والاخراج، والاخراج يطلع كده عن حاجه اسمها، عن طريق حاجه اسمها ديفيوشن اللي هو الانتشار، يعني عن طريق الانتشار حاجه تدخل حاجه تطلع، حاجه تدخل حاجه تطلع، الدخول والطلوع هو ده الانتشار. طب الانتشار بيحصل عن طريق ايه؟ مش محتاج اورجانلز، مش عنده عضيات متخصصه، لا ده عن طريق بودي سيرفيس، السطح الخارجي، السطح بتاع الجسم، الخليه هو اللي بيطلع منه الحاجات وبيدخل منه المواد، ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه سمبل ديفيوشن عن طريق البودي سيرفيس. طيب بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ تعالى هنا، عندها حاجه اسمها كونتراكتايل فاكيولز، وده هنتكلم عنها، معناها الحويصله الانقباضيه، هنتكلم عنها برده يا شباب. قال لك ان كل البروتوزوا ريبروديوس، يعني بتحصل لها تقاصر اسيكشوالي، يعني ايه؟ يعني غير جنسي. غير جنسي يعني ايه؟ عن طريق الانشطار الثنائي، وهوري لك اهو يا شباب اهو، مثلا ايه؟ بص كده هوريك الصوره دي. طيب عشان اهو يا شباب، زي مثلا اليوجلينا اهي، ادي اليوجلينا اهي، شوف حصل لها ايه؟ انشطرت حتتين حتتين، هو ده الانشطار الثنائي. نرجع بقى تاني مرجعنا، بسم الله، اهو يا شباب، تقاسم اللاجنسي عن طريق حاجه اسمها الباينري فيجن، الانشطار الثنائي او الانشطار المتعدد، اللي هو ممكن اصلا حاجه اسمها مالتيبل فيجن. يعني ايه؟ يعني الانشطار المتعدد، اللي هو مش ممكن ينقسم لاثنين بس، ده ممكن ينقسم لاكثر من واحده، اللي هو الكائن ينقسم لاكثر من واحد. تمام. قال لك بس خلي بالك برضو انا عندي الصم، يبقى هو كل البروتوزوا
اسيكشوال، بس في بعض سام بروتوزوا بيتقاثروا عن طريق الجنس. عن طريق ايه بقى؟ جاميطه مذكره وجاميطه مؤنثه، اللي هو الامشاج المذكره والامشاج الايه المؤنثه، اللي هو حاجه اسمها كونجيشن معناها الاقتران. يبقى تاني، يبقى كل البروتوزوا، كل الكائنات الدقيقه الحيوانات الدقيقه بتتكاثر ايه؟ لا جنسي، ده اساسي اسيكشوال. بس قال لك ان في اللي هو عن طريق حاجه اسمها الانشطار الثنائي اهو باينري فيجن، قال لك بس في بعض البروتوزوا ممكن يتكاثروا سيكشوالي جنسي عن طريق جاميطات اللي هو الامشاج المذكره والمؤنثه، اللي هو حاجه اسمها الاقتران. طيب خلي بالك برضو قال لك ان هي ممكن تلجا لحاجه اسمها الانسستمنت، يعني التحوصل، يعني تكون حوالين جسمها قشره كده حاجه اسمها الحوصله، او تحوصل نفسها ليه عشان تعمل ريسيست تقاوم الان فيفرابل كونديشن، الظروف القاسيه اللي هي مش مستحملاها، عشان ما تاذيش نفسها فبتعمل حاجه اسمها انسستمنت، يعني بتحوصل نفسها. طيب يبقى شايف ده، احنا كنا بنتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ خلي بالك بنتكلم عن كينجدوم البروتيستا، اللي هي بيبقى الخلايا بتاعتها يوني سيلولار، تمام، هي خليه واحده، وقلنا الكينجدوم دي شايله تحتيها البروتوزوا اللي هو الحيوانات الدقيقه. طيب احنا حاليا نعمل ايه بقى؟ هنزيد نعمل تصنيف للبروتوزوا. البروتوزوا بقى اللي هي عباره عن سب كينجدوم، اللي هي تحت المملكه، اللي هي مملكه برضو، تمام، اللي هي البروتوزوا. ايه بقى تصنيف البروتوزوا؟ قال لك دي هنقسمها لثلاثه فايلا. انت نسيت ولا ايه؟ مش احنا قلنا التصنيف هنحطه في كلمه مشط رع جن؟ اكتب عندك لو انت نسيت، مشط رع جن، وقلنا ميم مملكه اللي هو كينجدوم، وشين شعبه فايلم، وطه كلاس اللي هو طائفه. طيب فهو طبيعي جدا ان هيكون البروتوزوا اللي هي الكينجدوم، ما تعتبر كينجدوم، كينجدوم هنقسمها لفايلا، لان الكينجدوم بيبقى شايل مجموعه من الفايلم، تمام، اللي تحتيها الفايلم دي تحتيها في التصنيف. فبقول لك ان البروتوزوا دي شايله كام نوع من انواع الشعب؟ تحتوي على كام نوع من انواع الشعب؟ ثلاثه. طيب قسمناهم ثلاثه على حسب ايه؟ على حسب الحركه. تتحرك ازاي؟ طيب قال لك اول فايلم تبع البروتوزوا حاجه اسمها، بص اللي على الجنب دي، اللي على الجنب دي يا شباب، ساركوماستيجوفرا. حاول تقلب الموبايل واكتبها عندك، اكتب ورايا ساركوماستيجوفرا. يعني ايه دي الكلمة دي يا شباب؟ شايلة كلمتين، فعشان كده احنا هنقسمها لكلمتين اهو، عشان كده هو حتى مقسمها لك لكلمتين. فكلمة ساركوماستوجوفرا دي عبارة عن حاجتين، عبارة عن حاجة اسمها ساركودينا، دي أول مقطع، ساركو اللي هي ساركودينا أهي، وكلمة ماستوجوفرا اللي هي ماستوجوفرا اهو. طب إيه الماستوجوفرا ده؟ ده فايلم، ودي فايلم، ودي فايلم، ودي فايلم، والفايلمات دي كلها موجوده تحت مين؟ تحت كينجدم البروتوزوا، سب كينجدم البروتوزوا. طيب المهم يعني ايه ماستيجوفرا؟ واحنا قلنا هنقسمها تبع الايه؟ تبع للحركه. كلمه سب فايلم ماستيجوفرا هي تبع الساركوماستيجوفرا، يعني الساركوماستيجوفرا دي شبه احنا قسمناها للحاجتين دول. فماستيجوفرا معناها ايه؟ معناها ان الكائن ده بيتحرك عن طريق حاجه اسمها فلاجيلا. يعني ايه فلاجيلا؟ اهو بص كركز، كبر شويه الصوره اهي، اللي هو ده حاجه عامله زي الصوت، عامل زي الديل، زي مين؟ كائن هندرسه دلوقتي مع بعض، الايوجلينا والترايبنسوما اللي هي بتسبب لي مرض النوم، اللي هو الثانيه دي الترايبنسوما اللي هي مرض النوم اللي بتتنين عن طريق التي سي تي سي، تمام. طيب الساركوماستوجوفرا قلنا قسمناها لحاجتين، يعني دي اصلا عباره عن مقطعين، مقطع الماستوجوفرا تبع الماستوجوفرا اهي، ودي بتتحرك عن طريق الفلاجيلا. طب والساركو اللي اول مقطع ده اللي هي الساركودينا، يعني بس احنا مع بعض دول عاطيلي ده. طب الساركودينا بتتحرك عن طريق مين؟ عن طريق حاجه اسمها السودوبوديا، انت شفتها من شويه، لو شاطر قول لي يعني ايه كلمه سودوبوديا؟ شايف كلمه سودوبوديا الحته دي كده؟ تمام، سودوبوديا شايف دي معناها ايه؟ اهي معناها كاذب، اول حته اللي انا مش هقول لك عليها بالسهم دي، كاذب، وبوديا يعني القدم، فسودوبوديا اقدام كاذبه زي الاميبا، شايف الاميبا اهي، ده كائن الاميبا، ده لما بيجي يتغذى على حاجه بتلاقيه طلع من جسمه امتدادات، يعني ده اهو، دي مش رجل على فكره، دي رجل كاذبه، ده جسمه اصلا، بس هو مطلع جسمه بشكل مبين كانها رجل زي الاميبا والانتاميبا. طيب ثالث نوع من انواع الفايلم اللي موجوده في البروتوزوا حاجه اسمها السيليوفورا، يعني ايه زي البراميسيوم؟ اظن كلنا اخذنا في ثانويه عامه يعني ايه كلمه كائن البراميسيوم. اهو بص الشعر المنبره ده، هو دي الاهداب او الشعر، دي بتساعدها على الحركه، فهنا بتتحرك عن طريق مين؟ السيليا زي البراميسيوم. طيب عندي اخر فايلم من السبوروزوا، ودي مش عندها حركه اصلا، مش عندها اهو، ويز اوت ليكومتري بتاع ده اورجانيلز، مش عندها يا شباب
عضو مش عندها حاجه تتحرك بيها، يعني مش عندها هنا اقدام كاذبه زي ما قلنا هنا، او مش عندها هنا فلاجيلا صوت، او مش عندها سيليا يعني اهداب او الشعر، لا هي مش عندها حاجه. زي مين؟ زي بلازموديوم. بلازموديوم ده هناخده بعد كده بالتفاصيل. يبقى شايف كده احنا اخدنا البروتوزوا قسمناها لايه؟ دي اصلا دي سب كينج، ده لو مملكه تحت مملكه قسمناها كام فايلم؟ ثلاثه رئيسيين. الرئيسه دي اللي هو الساركوماستجوفرا والسيليفورا، والساركوماستجوفرا دي عشان تحتوي على مقطعين فاحنا طلعنا منها اثنين. طلعنا منها الساركودينا اهي دي تحرك عن طريق الاقدام الكاذبه، والماستجوفرا تحرك عن طريق الفلاجيلا اللي هو الصوت زي الايوجلينا، كائن اسمه الايوجلينا. والسيليفورا عن طريق السيليا زي البراميسيوم، وده مع سبروزوا دي فايلم دي مش عندها اصلا وسيله حركه. طيب فقال لك ايه بقى؟ احنا عايزين نعرف الساركوماستجوفرا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي، تمام؟ اهو اللي مع بعضيها الكلمه الكبيره اللي على بعضيها دي عباره عن ايه؟ قال لك دي عباره عن 18000 سبيشيز. قال لك ان هي يوني سيلر، واحنا خلاص كده متفقين ان كل بروتوزوا اصلا يوني، صح؟ قال لك ان هي تبقى منفرده او كلونال، كلونيال يعني مستعمره، يعني عايشه لوحديها، يا اما بتبقى مضمومين مع بعض كده شبه المستعمره. بتتحرك عن طريق مين؟ اوعى تقولي فلاجيلا وتسكت تبقى كذاب. لا، ما قلت لك الكلمه الساركوماستجوفرا دي شايله اثنين، شايله سب فايلم اثنين تحت شعبه اثنين، شايله الماستجوفرا والساركودينا. فاذا لما اجي اقول لك الساركوماستجوفرا تجي لك صح وغلط او اختياري، تتحرك موفد عن طريق الفلاجيلا فقط، وقلت لك الساركوماستجوفرا الكلمه الكبيره، لا هتقول لي فلاجيلا او بسودوبوديا او الاثنين مع بعض. طيب الكائن الفايلم دي تاكل عن طريق ايه؟ قال لك عن طريق اوتوتروفيك. يعني ايه كلمه اوتوتروفيك؟ يعني بتغذي نفسها بنفسها زي النبات مثلا، عن طريق عمليه البناء الضوئي بقى، او السبروزويك يعني عن طريق الحاجات الميته، او هيتيرو اللي هي بتعتمد على كائن تاني عشان تتغذى عليه. عندها نواه واحده سنجل نيوكليوس، بتتقاسم اسيكشوال، تمام؟ طيب قال لك بعد كده ايه؟ قال لك اللي احنا قلناه من شويه، قال لك الساركوماستجوفرا قسمناها لكام صف فايلم؟ تحتيها عندها تحت شعبتين، حاجه اسمها الماستجوفرا، يعني الكلمه دي كده هنقسمها لحاجتين، الماستجوفرا المقطع ده اهو، والساركودينا دي شايله من اول مقطع. طيب بعد كده يقول لك بقى ايه؟ طب قول لي يعني ايه ماستجوفرا؟ احنا لسه قايلينها من شويه، يعني كائنات تتحرك عن طريق الفلاجيلا، الصوت اللي عامل زي الديل، تتغذى اوتوتروفيك، عندها نواه واحده اهو يا شباب. الماستجوفرا دي نفسها اللي هي بتتحرك عن طريق الفلاجيلا، الفلاجيلا يا شباب دي هنقسمها بالراحه عشان ما تتلخبطش. هي الماستجوفرا دي تعتبر ايه؟ تعتبر ايه؟ فايلم، سب فايلم، او الفايلم يعني اللي هو شعبه، يعني الشعبه تحتيها ايه؟ مش احنا قلنا مشط طه اللي هو الكلاس، يبقى تحت، يبقى الماستجوفرا دي هتكون بتحتوي على كلاسز. فتو عندها تو كلاسز، حاجه اسمها الفايتوماستجوفرا وحاجه اسمها زو ماستجوفرا، تمام؟ طيب طيب ساركوماستجوفرا يا شباب، يبقى احنا عندنا الماستجوفرا هنقسمها لحاجتين، تو كلاسز، فايتوماستجوفرا، ما احنا دي اصلا فايلم فتحتيها كده كلاس تو، فايتو وزو. طيب يعني ايه كلمه فايتوماستجوفرا؟ فايتو دي شباب الحته، كلمه فايتو دي تحس ان هي عاطيه على نبات، بيبقى عندها حاجه اسمها كروماتوفور اللي هو حامل الاصباغ، اللي هو الصبغ اللي شبه الكلوروفيل اللي بتعمل عمليه بناء ضوئي. فاذا النوع ده من انواع الماستجوفرا اللي هو الفايتوماستجوفرا، تمام، بيبقى ماله يا شباب؟ بيبقى اوتوتروفيك نوتريشن. اوتوتروفيك قلناها من شويه يعني ذاتي التغذيه، عشان هو عنده الصبغه بتاعته اللي هتعمل عمليه بناء ضوئي. عندها فلاجيلا صوت، ما هو كده كده قلنا كلمه ماستي جفرة او ما اشوفها هنا او هنا، فكده كده هي عندها اصوات. بس ايه الفرق بين الفايتو ماستي جفرة والزو ماستي جفرة؟ نعرف ان هنا مش عندها اكتر من واحده، هي عندها فلاجيلا واحده زي يوجلينا، لكن هنا يا شباب هنا عندها اكتر من فلاجيلا، وان تو ميني، يعني عندها اصوات كتيره، تمام؟ هنا بتبقى الكروماتوفور بتبقى ابسنت، اللي هو حاملات الاسباغ بتاعته اللي هو اللي تعمل عمليه بناء ضوئي، ده هنا ابسنت مش موجوده. هنا بيبقى هولوزويك، قلناها من شويه، او يعني ايه هولوزويك؟ يعني بيعتمد انه بياكل، بيبلع الاكل ويهضمه مش عارف ايه، او بارازيتك نوتريشن يعني عن طريق التطفل. هنا بقى الفرق، خلي بالك بقى عشان دي مهمه، تعالى هنا في فرقين مهمين في كلاس الفايتو ماستجوفرا وكلاس الزو ماستجوفرا. الفايتو دي جايه من النبات، ماشي؟ دي عندها كروماتوفور
اللي هو حامل اصباغ اللي هو بتاع الكلوروفيل اللي هيعمل بناء ضوئي، لكن دي مش عندها ابسنت، دي هتبقى اوتوتروفيك بتغذي نفسها بنفسها، ما هي عندها كروماتوفور اللي هي الكلمه اللي فوق دي اللي هي بتاعه البناء الضوئي، لكن دي مش عندها، فهتبقى بتغذي عن طريق يا اما براسيتك اللي هو تطفر، تمام. هنا عندها فلاجيلايه واحده، هنا عندها اكتر من فلاجيلايه، ممكن تبقى عندها واحده لاكتر، هنا بتبقى برضو حره وهنا تبقى حره، هنا عندها بتخزن ستارش في جسمها نشا، هنا بتخزن جلايكوجين، ستارش ده وده جلايكوجين، هنا مثال مين الايوجلينا وهنا الترايبنسوما. الترايبنسوما دي يا شباب الايوجلينا دي هنتكلم عنها دلوقتي حالا، الترايبنسوما دي يا شباب دي بتبقى طفيل موجود في الجسم، حتى بقول لك طفيل يعني هيتغذى عن طريق التطفل، ده بيبقى موجود وبينقله ليك ذبابه اسمها تي سي تي سي، وبيسبب لك النعاس والنوم، بتخليك دايما نهائي طبعا، اوعى تقول لك هتقول لك يا رب تقرصني، لا ده بتعمل لك امراض ومشاكل جامده جدا يعني. طيب يبقى احنا شايف احنا قسمنا الماستيجوفرا لايه؟ للفايتوماستيجوفرا والزوماستيجوفرا. طيب احنا بقى عايزين نتكلم عن الفايتوماستيجوفرا اللي هو المثال عليها مين؟ اليوجلينا. بص بقى اليوجلينا اهي شكلها عامل، شكلها كتكوت امور على السور، لونها اخضر ليه؟ ما هي شايله الصبغه اللي هي الكلوروفيل اللي لونها اخضر عشان تعمل عمليه بناء ايه؟ ضوئي. إيه؟ طيب عندها فلاجيلا ولا فلاجيلتين ولا اثنين ثلاثه ولا اربعه؟ لا احنا قلنا ان اليوجلينا اهي تبع الفايتو كان عندها فلاجيلايه واحده اهو، ريرلي مور ذان وان، يعني مش عندها اكتر من واحده، لكن في الزوماستيجوفرا عندها فلاجيلايه عندها اكتر عادي، لكن دي واحده بس اهو، وفعلا اليوجلينا عندها بتاع طالع منها واحد اهو، شايفين الديل اللي طلع ده هو ده الفلاجيلا، تمام. طيب قال لك موجوده فين يعني ده الكائن ده موجود فين؟ ده كائن بدائي موجود في الفريش ووتر بونز، البرك، البركه الميه العذبه، تمام. طيب اليوجلينا ده قلنا عليه اوتوتروف، يعني ايه اوتوتروف؟ جدع، اوتوتروف يعني كائن ذات التغذيه. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان هي عندها الكروماتوفور، الكلوروبلاست، الحاجات اللي بتاعت البناء الضوئي، تمام. فبتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها فوتوسينثيس، اهي الكلمه دي، يعني ايه فوتوسينثيس؟ بناء ضوئي، بتصنع غذائها بنفسها اهو، ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل، هي بتبقى اوتوتروف يعني ذات التغذيه، ليه؟ عشان هي بروديوس زير اون انرجي، بتصنع غذائها والطاقه بتاعتها عن طريق الكلوروفيل زي النبات كده. طيب تعالى هنا اللوكوموشن، يعني ايه اللوكوموشن؟ الحركه، بتتحرك ازاي؟ قال لك بتتحرك عن طريق حركتين، حاجه اسمها حركه ايجلونيت موفمنت، يا شباب لو سمحت اكتب كده على اليوتيوب ايجلونيت موفمنت فيديو، هتلاقي شكل الحركه اسمها الحركه الايجلينيه، الحركه الايجلينيه يعني ايه؟ بتبقى شبه الدوده، بتلاقي الكائن ده اللي هو كائن اليوجلينا بيتحرك شبه سلو وورم، بيبقى حركه شبه الدوده بس بتبقى حركه بطيئه، عارفين الدوده شبه بتتحرك ازاي؟ الدوده بتعمل انقباض وانبساط، كونتراكشن اند ريلاكسيشن، يعني هي حركه الدوده، شوف كده تخيل شكل الدوده، شوف الدوده اهي اهي، شوف تفضل ايه؟ تنفخ في نفسها وتفس في نفسها اللي هو انقباض وانبساط اهو، شبه بس حركه بتبقى بطيئه، ده اسمها الايجلونيت موفمنت. ده سؤال ممكن يجي يقول لك اللوكوموشن بتاع الايجلينا، الحركه بتاعت الايجلينا تقول لي عن طريق حاجه اسمها الايجلونيت موفمنت، ودي بتبقى شبه الورم، شبه حركه الدوده. تاني حركه عن طريق الفلاجيلا، اهو فين الفلاجيلا؟ الصوت اهو، شايفين الصوت ده اللي هو الديل، ودي تبقى سريعه، يبقى مين فيهم اسرع، حركه الايجلونيت ولا حركه الفلاجيلا؟ لا الفلاجيلا تبقى ايه؟ فاست، بتخلي الكائن اللي هو الايجلونيت عشان هو عايش في البحر، احنا لسه قايلين من شويه انه عايش في البرك الميه يعني العذبه، بتخلي الكائن يعرف سويم ريبيدلي، يعني ريبيدلي معناها بسرعه، بيعوم بسرعه عن طريق مين؟ شوف 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 عامل ازاي، بيعوم بسرعه جدا، بسهوله جدا عن طريق الفلاجيلا. طيب النيوتريشن يا شباب، يعني كلمه نوتريشن يعني التغذيه، النيوتريشن شباب بتاعتها بتغذى عن طريق، احنا قلنا اوتوتروفيك، خلاص احنا قلنا يعني اوتوتروفيك، يعني بتغذي نفسها بنفسها عن طريق ايه؟ عن طريق السن لايت، السن لايت معناها الشمس، عن طريق الشمس يا شباب وثاني اكسيد الكربون والكلوروفيل اللي عندها، فبتصنع الكربوهيدرات اللي هي محتاجاها، هي بتصنع غذائها اللي هو الكربوهيدرات في جسمها عن طريق مين؟ عن طريق ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو، عن طريق الميه، عن طريق الشمس، وعن طريق مين؟ الكلوروفيل اللي هو الصبغه اللي بتعمل عمليه البناء الضوئي، تمام؟ يعني هي بتعمل فوتوسينثيس، بناء ضوئي زي النبات بالظبط. وبرده في حاجه اسمها تغذيه اسمها هولوزويك اللي هو شبه تغذيه الحيوان، يعني ما فيهاش ضوء. الايوجلينا بتعمل ايه؟ بتمتص الاكل، تمام؟ من الوسط
عن طريق حاجه اسمها باينوسيتوزيس، يعني يا اما بتتغذى عن طريق، يعني هو الاغلب ان هي بتبقى اوتوتروفيك. طيب بيقول لك طب لو ما فيش ضوء، يعني هي ممكن دلوقتي هي الاورين دي بتتغذى لما بيكون في ضوء، لما بيكون في شمس، عن طريق حاجه اسمها اوتوتروفيك. يعني ايه اوتوتروفيك؟ زي التغذيه اللي هو بتعمل عمليه بناء ضوئي. طيب نفترض بقى ان في ابسنس اوف لايت، مفيش ضوء، هتعمل ايه؟ هتموت نفسها؟ لا ما تموتش نفسها، تسلك سلوك الاخر. ايه السلوك الاخر؟ ان هي بتعمل حاجه اسمها تاخد الاكل اللي حواليها من الوسط اللي حواليها، ما هي كده كده دي عايشه في الميه، فتاكل الاكل اللي حواليها، تعمل ابزورب، تمتص المي الاكل اللي حواليها من السراوندنج ميديوم، من الوسط اللي حواليها، عن طريق سطحها، عن طريق جسمها. فاحنا بنسمي الطريقه دي في الاكل هولوزويك. طيب بعد كده شايف بيقول لك ايه؟ عندي حاجه اسمها اوزمو ريجوليشن. يا شباب انا قلت لك من شويه ان بص هنا، بص كده الرسمه دي، هنا يا شباب دي كده شكل يوجلينا. اليوجلينا شباب عندها حاجه اسمها كونتراكتايل فاكيولز. الكلمه دي معناها الفجوه المنقبضه، كونتراكتايل فاكيولز. ودي بتعمل ايه الفجوه دي يا شباب؟ بتعمل ان هي بتحافظ على التوازن بتاع الكائن ده. يعني ايه؟ يعني دي بتاخد الميه من بره، تاخد الميه وبتتملي بالميه. عشان ايه ده؟ عشان محتاج ميه، فالفجوه دي بتتملي بالميه، ولما تكون ولما تتنفخ او يبقى فيها ميه كتير، تطلع الميه الزياده من عن طريق سطح جسمها. يعني الفجوه دي هي بتتملي بالميه، ولما تكون فيها ميه كتير تطلع الميه الزياده، تمام، بره بره بره. مين؟ بره الكائن. هو ده يا شباب. فده حاجه اسمها ايه؟ طيب في حاجه اسمها ايه؟ ده اسمه الاوزمو ريجوليشن. اوزمو ريجوليشن معناها ايه؟ معناها تظبيط الاسموزيه، بتنظم الاسموزيه. قال لك ايه؟ قال لك خلي بالك، قال لك ان التركيز الكونسنتريشن بتاع الاملاح في السيتوبلازم بيكون اعلى من الفريش ووتر. طب تعالى نفترض برضه شكل نفس الرسمه، ادي الرسمه اهي، بيقول لحضرتك ان هنا ده اسمه السيتوبلازم، اللي هو الحته اللي جوه، الفراغ اللي جوه ده، الماده الحاجه اللزجه اللي جوه ده خالص، اللي هو ده اسمه سيتوبلازم. بيقول لك السيتوبلازم ده فيه املاح تركيزها عالي، عن نفترض مثلا ده كده هنا حواليها ميه، هنا في ميه، ما هو ده عايش في الميه، الكائن ده عايش في الميه. فالاملاح اللي هنا اللي جوه هنا في الكائن اعلى تركيزا من الميه اللي بره. التركيز الاملاح اللي ميه اللي في الميه اللي بره قليله. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان عشان التركيز هنا بتاع الميه اعلى، فتلاقي الميه اتنقلت لها، تركيز هنا الاملاح من جوه اعلى اقصد، فتلاقي الميه اتنقلت لها من بره لجوه. يبقى تركيز الاملاح لما بيبقى عالي هنا جوه جامد، في جوه اليوجلينا، فامتصت الميه من الوسط اللي بره، تمام كده. هو ده اسمه ايه؟ الاسموزيه عموما. طيب كمل بقى معايا. طيب اهو هو ده الاسموزيه يا شباب، هو ده الاسموزيس، لما بيكون فيه اختلاف في تركيز الاملاح، فبتلاقي الميه تتنقل للمكان اللي فيه تركيز املاح اعلى، تمام. طيب مين بقى اللي بيظبط لي الحوار ده؟ هو اللي احنا قلنا عليه شويه، كونتراكتايل فاكيولز. لان الكونتراكتايل فاكيولز اللي هو الفجوه المنقبضه احنا قلنا عليها، بتعمل ايه؟ بتاخد الميه ماشي، وبتتملي بالميه، اهو بتتملي بالميه، ولو حصل ان فيها ميه كتير بتطلع الميه الزياده خارج الجسم. طيب الريسبيريشن والاكسكريشن اللي هو التنفس، قلنا التنفس بيحصل عن طريق، قلنا دي احنا قلنا من شويه البروتوزوا مش عنده عضيات للتنفس والاخراج، لا ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها سيمبل ديفيوجن، معناه الانتشار عن طريق شاب جلدها، مش الجلد بقى، عن طريق طبقه الخارجيه بتاعت الجسم يعني، تمام. طيب عايزين نعرف حاجه اسمها البرودكشن. يعني ايه البرودكشن؟ التكاثر. قال لك ده بيتكاثر اسيكشوالي. يعني ايه اسيكشوالي؟ لا جنسي. بمعنى اهو شوف الكائن عمل ازاي، انقسم الاثنين، اللي هو الانشطار الثنائي، يعني اللي هو باينري فيجن، اهو انقسم الاثنين. وخلي بالك برضو ان هو بعد كده بعد ما بينقسم وبيدي لها تو توتر، يعني تو توتر معناها تو ابن، يعني بيدخل بعد كده في سيست، مرحله السيست اللي هو الحويصله، بيحوصلوا نفسهم اهو. بص بيقول لك ايه؟ او ده اللي بيقول عليه. قال لك في انسوتابل كونديشنز، في الظروف المناسبه اليوجلينا بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ان هي تنقسم، تمام، عشان تكون لي ايه؟ تو دوتر انديفيديوالز او فردين. وبعد كده بيحصل حاجه ايه؟ بيقول لك ايه؟ لو في حصل ظروف مش مناسبه بيحصل حاجه اسمها انسيستمنت، التحوصل، ان هي بتعمل راوند، بتحيط نفسها او بتفرز حوالين نفسها ماده جيلاتينيه اسمها سيست، اللي هو الحوصله، بص او شكلها بتفرز حوالين نفسها شاب ماده جيلاتينيه اسمها السيست، تمام. ولما بعد كده الظروف تتحسن
بتنقسم عادي ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانسستمنت التحوصل ده بيبقى بعد الانقسام. يعني شوف مثلا ده اهو حصل له انقسام اتنين اهو، بعد كده بيحصل ايه؟ الانسستمنت، تمام؟ ولما الظروف تبقى كويسه ايه اللي بيحصل؟ ما هو ده شاب، ده توتر اهو، في طفلين جوه اهو، بيبقى حرين. يعني تاني او دي انقسم شاب انشطار ثنائي، يعني الواحده تنقسم اتنين. ده بعد كده بيحصل ايه؟ بيحوصل نفسه. يعني ايه؟ يعني بيكون حوالين نفسه طبقه جيلاتينيه اهو، سيك جيلاتينس سيست اهو. طيب وبعدين؟ طب لما الظروف تتحسن، لما الظروف تتحسن التو دوتر دول اللي هم دول اللي هم هم هيخرجوا، هيبقوا حرين. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو الايوجينا دي تحلب ولا حيوان؟ فقال لك ان في بعض العلماء قال لك لا ده والله تحلب، الجي يعني بيتصرف زي النبات، تحلب يعني زي النبات عشان عنده كلوروبلاست اللي احنا قلنا عليه من شويه، له كلوروفيل بقى وبيعمل عمليه بناء ضوئي، وان هو اوتوتروفيك يعني زي التغذيه وبيعمل عمليه بناء ضوئي. وقال لك لا، في بعض العلماء بتاع سولوجيست اللي هم علماء الحيوان قال لك لا ده الايوجينا ده يعتبر حيوان. قال لك ليه حيوان؟ قال لك يا عم انت نسيت، ده عنده حاجه اسمها كونتراكتايل فاكيولز، الفجوه المنقبضه، وبيحصل فيه حاجه اسمها البيناري فيجن، الانشطار. فهم مختلفين، هم مش عارفين يسموه بقى هو حيوان ولا الج طحالب. وهنقف هنا يا شباب، وان شاء الله نكمل مع بعض بعد كده ترايبنسون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.